السلام عليكم، مرحبا اخواني واخواتي. طبعا بدأ العام الدراسي والله يوفق الجميع ان شاء الله، يوفق عيالكم وعيالنا. عندي موضوع مهم اليوم عن التغذية، وايد ناس يتجاهلون وجبة الافطار قبل الذهاب الى المدارس، وطبعا جهل او مثلا عدم الاهتمام من الجهتين. الاطفال طبعا ما عندهم رغبة عند الاستيقاظ، والوالدين نفس الشيء ما يهتمون بذي الامر، والامر جدا مهم لانهم محتاجين للطاقه الجسديه والذهنيه. تبون 7 8 ساعات في المدرسه بدون اكل، او حتى لو ياكلون وقت متاخر، لان عند الاستيقاظ الجسم ما بيكون عنده اي طاقه. انت لا تحسب مثلا يتفطرون الساعه 9 في المدرسه، لا احسبه مو من وقت الاستيقاظ، احسبه مثل ناموا في الليل، يعني راقدين 7 8 9 ساعات، وعدوا بعد 3 ساعات بيتفطرون، يتمون 12 ساعه من غير افطار. وغير ذي كلهم في فترة النمو، وتدرون ايش كثر في فترة النمو الأطفال أو العيال ليس من 17 محتاجين تغذية الصحيحة والصحية. وعندنا بعض مثلا الوجبات ممكن نشرح لكم إن شاء الله، وجبات صحية، ودائما حاولوا تنوعون لهم، يعني عدة خيارات. إذا ما يحبون ذي في بريل مثلا، أول شيء حولهم على السكريات الطبيعية والألياف اللي بالفواكه. ثاني شيء عندكم وجبة الألياف الشوفان، ممكن نخلط الشوفان بالحليب ونضيف العسل، أو مثلا في أو مكسرات، بعض المكسرات نضيف. وإذا ما يحبون في بعضهم جاهزين يجون طعمهم من كلمة أحلى، بس تأكدوا دائما أن يكون هذا الشيء من الألياف، تضيفون على الحليب ويأكلون. وعندكم الروب نفس الشيء، واللي ما يحب يأكل الروب بعد عندنا خيارات، ممكن نخلط بالروب أي شيء من الفواكه نقصص ويأكلونه، أو أن بعضهم يكون جاهزين على الطعام نفسه، فراولة أو أي طعم يحبونه ينحبون في الوجبات. التمر نفس الشيء، سكريات طبيعية قلنا يا عسل نخلط مع شوفان يا تمر، حتى في التمر نقدر نخلي داخل التمر إلا إذا ما يحبون، نخلي بعض المكسرات. عندنا زبدة الفول السوداني ممكن نضيف داخل، يأكلون حبتين ثلاث على حسب. فخل عندكم يعني مثلا نفس التكنيك، حببوهم في الوجبات، بس يعني ما نقول الزمهم، حاولوا وياهم لما يتعودون، ترى شغلة العادة، يعني إذا واحد من تعود خلاص. وهذا وجبة جدا مهمة نفس ما قلنا، الطاقة الجسدية والذهنية اللي هم محتاجينها. والله يعطيكم الصحة والعافية وشكرا.